قالت صحيفة إسبانية إن المغرب لجا إلى ورقة الهجرة السرية للضغط على دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد قرار المحكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم استيراد المنتجات الواردة من مناطق الصحراء، مضيفة أن ما يزيد عن 850 مهاجرا من دول العمق الإفريقي تمكنوا في ظرف 72 ساعة فقط من اقتحام سياج ثغري سبتة ومنيلية. وزاد المنبر الإعلامي الإمبارسيال أن السلطات الأمنية المغربية تعمدت غض الطرف والسماح للمهاجرين الأفارقة بدخول التراب الإسباني بتعبيره، مشيرا إلى أن تصريحات عزيز خنوش وزير الفلاحة والصيد البحري لوكالة الأنباء الإسبانية تؤكد بالملموس هذا التوجه، خاصة عندما حذر من العواقب الوخيمة التي من شأنها أن تترتب عن قرار محكمة العدل الأوروبية باستثنائها للصحراء من الاتفاقات المبرمة مع الرباط. وتابعت الصحيفة أن السلطات المغربية تتعامل أيضا بليونة مع مسألة التصدي لتدفقات المهاجرين الغير شرعيين، عندما لا تمد دول الاتحاد الأوروبي لدى العون للرباط بشأن هذا الملف، مبرزة موقف الوزير عزيز خنوش الذي قال إن مشكلة الهجرة مكلفة جدا بالنسبة للمغرب الذي يقوم بمنع دخول المهاجرين للدول الأوروبية وتوفير العمل للمتواجدين فوق ترابه، وهو عمل ينبغي على أوروبا الإقرار به. ومن جهتها كتبت صحيفة لا انفورماسيون الإسبانية ضمن مقال عنوانته بماذا وراء الاقتحام الضخم لسياجي سبتة ومنيلية أن العلاقات المغربية الإسبانية جيدة، والأمن المغربي قرر أن يكون أكثر تساهلا فيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة كرد فعل على قرار أعلى هيئة قضائية أوروبية بلوغونسبرغ، مردفة أن سلطات الرباط تأمل في اعتراف الدول الأوروبية بالجهود التي تقوم بها في إطار تعاون ثنائي مشترك. ووفق ما صرح به خبراء أمنيون المنبر الإعلامي المشار إليه، فإن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بالتعامل بحذر مع المغرب الذي يشهد حالة استقرار في محيط إقليمي يعرف تغيرات عميقة، بغية تفادي تكرار مثل هذه التدفقات الضخمة، وبالتالي الحرص على التعاون المشترك بخصوص موضوع الهجرة السرية وتهريب المخدرات وملف الإرهاب، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه ألفونسو ديستيس وزير الخارجية الإسباني. ومن جهتها قالت صحيفة إلى كونفيدنسيال الإسبانية إن التعاون الجيد بين المغرب وإسبانيا في مجال محاربة الهجرة غير النظامية مكن بشكل ملحوظ من تقليص عدد المهاجرين الذين يفلحون في بلوغ تراب مدينتي سبتة ومنيلية، وذلك منذ سنة 2003، مبرزة أن التساهل الحاصل مع المهاجرين كان منتظرا خصوصا بعد التحذيرات الواردة سابقا عن وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية. وأورد الموقع الإخباري ذاته ضمن مقال اختاره عنوان المغرب يهدد بإعادة فتح صنبور الهجرة تجاه إسبانيا أن المغرب لا يريد استثناء مناطق الصحراء من الاتفاق الزراعي الموقع بين الرباط ودول الاتحاد الأوروبي، كما أقرت بذلك محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر من السنة الماضية، مؤكدا أن المغرب عاد إلى ممارسة الضغط عبر ملف الهجرة، وأوروبا بدورها مطالبة بدعم جهوده في هذا المجال. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات القادمة. شكراً.